الضغط عليه، لكن تروح لحسام حسن يكمل يمرر. يلا يا صلاح، خش يا صلاح، سجل يا صلاح، عرض يا صلاح، مين حيشوط، مين حيجيب جول؟ ايوه كده يا راجل، ايوه كده، ايوه كده يا مجدي. كنت فين من زمان؟ ماتش سهل، ماتش بسيط، ماتش بيقول لك يا عم كسبني. هو في ايه في الكوره؟ المباراه سهله خالص، حلوه خالص، بسيطه خالص، جميله خالص. واخيرا خالص 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 احمد مجدي يخلص الحساب ويسجل باليمين الهدف الاول لمنتخب مصر. واحد مصر لا شيء الجابون، ولسه كتير قوي. المباراه سهله، المباراه ما فيش فيها ادنى مشكله لا من قريب ولا من بعيد. لكن المره دي محمد صلاح راح، وبدل ما يطمع ويسدد، بصوا بيلعبوا تسلل وحش جدا. محمد صلاح عملها عرضيه، ادي المدافع لاحمد مجدي، ممكن هنا يسدد، يسدد، يسجل، يهدف، ومصر واحد والجابون لا شيء. ومن الممكن هدف واثنين وثلاثه. عمر جابر اللي عملها بالعرض، برافو يا جابر. الحقيقه اول انطلاقه لعمر جابر في حدود منطقه جزاء المنتخب الجابوني، كان مختفي تماما طوال الشوط الاول، لكن اخيرا نجح المنتخب الوطني في تسجيل الهدف الاول من عرضيه رائعه عمر جابر. يخطئ الدفاع، يسجل احمد مجدي، تتقدم مصر 1-0 بهدف